تحية نضالية للمرشدين اللي لبوا الدعوة ديال هذه الوقفة اللي تنظمت أمام المندوبية الجهوية ورزازات. تحية للإخوة، وكنتمناو إلا كانت شي وقفة في القريب العاجل باش تكون بالكم الهائل، وكنجدد الدعوة لجميع الأشخاص اللي كيسجلوا الحضور كيسجلوا الأسماء ديالهم ضمن القائمة باش يعودوا يلتزموا ويوفوا بالوعد ديالهم باش يلبوا هذه الدعوة وهذا النداء ديال جميع المرشدين اللي هو في المصلحة ديال الجهة الضرعة تفيلال. وتحية نضالية فجميع الفئات اللي غادي يستافدوا على علاقة بالقطاع السياحي ما يتعلق بالفنادق والإيواء الشرق وفنادق المستضافة، وما يتعلق بالنقل السياحي الشرق هو اللي يكون معتمد، وما يتعلق وكالة أسفار الشرق هو اللي يكون معتمد. اللي كنجيو المرشد كنحرقزو على الاعتماد واللي هو مستهدف من خلال مجموعة ديال القرارات، كنحرقزو على الاعتماد وما كنطالبوش اللي يكون معتمد. كندوزو نطالبو على خصو تكون عندو البطاقة البيومترية واللي هي محط نقاش مع الإدارة منذ شهر يناير، وطلقنا مجموعة ديال الوعود تعديل هاد الشطات استعمال السلطة من طرف الإدارة، ولحد الساعة ما كاين استجابة. يعني وعود تلو الوعود سواء من طرف المديرية سواء من طرف السيدة الوزيرة وفق البرلمان. لذلك الاحتجاجات ديالنا غادي تستمر. مراكش هي البداية، علاش؟ لأنه مراكش فيها ما يزيد على ربع عدد المرشدين المزاولين في المغرب. هذا هو السبب اللي خلى مراكش تاخذ البادرة، وغادي تبعها وقفات أخرى في مدينة أخرى إن شاء الله. بشعار الله الوطن الملك.